الجديد الراجحي من فريق شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على سيارة تويوتا هايلوكس. يزيد الراجحي اسم كبير في عالم الراليات الصحراوية، يقود لحساب فريق تويوتا غازو للسباقات على سيارة تويوتا هايلوكس غازو في التي 1. شارك في رالي دكار عام 2021، انهى في المركز السادس عشر بعد أن واجه مشاكل متعددة خلال الرالي. شارك في الرالي 7 مرات، شارك في عدد كبير من الراليات الصحراوية محليا ودوليا في بطولات الشرق الأوسط وأوروبا العالم. هو بطل المملكة العربية السعودية للراليات في عام 2019، بطل العالم الحالي للراليات الصحراوية. الحمد لله خلصنا المرحلة، طبعا ضعنا في المرحلة وكثير متسابقين ضاعوا في المرحلة، تأخرنا فيها 40 دقيقة. يلا لسه الرالي طويل إن شاء الله، نحاول نعوض في الأيام الجاية، ولكن خسرنا الصراحة وقت كثير.